فتحتك في الارشيف راني لقيت شنقريحه جده الاول خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هذه راها مؤرخه في التاريخ. روحوا للسعوديه يقولكم شكون جد شنقريحه خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سلطه الله على المراركة. يهدروا مع خوتنا المغاربه ولا المغرب العرب هيا لوط فيها يا وليدي، راني 61 سنه في عمري. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون الحباب، ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم فرغ قلبك اون ديريكت لايف من قناة مغاربية. تحية لكم وكل ان شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية، ربي ان شاء الله تكونوا يعني مهنيين. وازم نحكي على امور اخرى قبل ما ندخلوا قدو لو طون للناس يلحقوا كيما عم بالكم ويخشوا معنا في الموضوع. راح نبداو دوقا دوقا كيما نقول، نبداو واحده واحده يا خاوتي. اليوم عم بالنا فان سمان بالعقال، الناس يعني اسبوع كامل وحنا نحكيوا على المشاكل ونحكيوا على واش صار في الجزائر ونحكيوا على للاسف الوضع اللي قاعد يعيش فيه في الجزائر. فقلنا سيدي نخافوا على روحنا شويه بركه نفسه ومن بعدك نعاود رجعوا. شفت فيديو ربما الناس اللي ساندوا تبون وهكا راح يفرحوا به، فقلت يا نفرحوهم، نبداو بهم صح يا خاوتي، نفرحوهم شويه ومن بعد ننطلقوا في الحقيقه وننطلقوا فيما يعني يحكيه الشعب يعني حقيقه وما يعيشه في الميدان. اول فيديو اي ليكم يا خاوتي اللي تساندوا السلطه، تفضل. خوتي يعني طحتك في الارشيف راني لقيت شنقريحه جده الاول خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هذه راها مؤرخه في التاريخ. روحوا للسعوديه يقولكم شكون جد شنقريحه خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سلطه الله على المراركة. يا تبون تعرف شكون جده؟ يا ابا بكر الصديق. والله يا خالد يقتلني بالضحك. أيوة معلومة جديدة يا خاتي علمنا وإحنا ما عم بلناش يا خاتي، إحنا عنا سلف قدامنا وعنا ناس كبيرة سلف قدامنا. إذا تقدر تعودها لي أخويا المخرج، يعني على كل حال هو يقولها بكل عفوية، إحنا ما نضحكوش عليه ولكن سبريك الكلام يضحك. كاين ناس تخمم هكا على فكرة ويساوي أو يسبح بالسنترياز والأخرى وقال له جام يضحك في حياته. نحاولوا بركة نضحكوا على هذا الواقع المر. تفضل خويا المخرج. قلت يعني ضحكت في الارشيف راني لقيت شنقريحه جده الاول خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هذه راها مؤرخه في التاريخ. روحوا للسعوديه يقولكم شكون جد شنقريحه خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سلطه الله على المراركة. يا تبون تعرف شكون جده؟ يا ابا بكر الصديق. سلطه الله على المراركة. تحياتنا لخاوتنا المراركة مالا اللي سلط لهم حفيد 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 ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وارضاهم، الله يهدينا يا خاوتي. نعم كاين ناس كيما هكا تخمم لانعدام بيان سور الانجازات الحقيقيه في الميدان، ما كانش حاجه يتباهاو بها، ما كانش حاجه يحكيوا عليها ويقولوا تيان شوفوا واش دار، ها هضروا درك شوفوا قدامكم. فأوبليجين ندخلوا في امور كما هذه. ولكن الموضوع اللي كنت تكلموا عليه اليوم عندك يا خويا ما تخير، عندك ما تخير، حنخشوا احنا في انجازات تبون. واش رايك في الانجازات اللي درها تبون؟ ما رانيش نشوف حتى في انجازات، راني هاك في وهر راك تشوف الصطاد والالعاب والمحرقات. راني نشوف الناس دير لاشين على الشكاره تاع الحليب الماء والبرودوي 6 تاع الصباح، ينوضوا 6 تاع الصباح بيحوسوا على شكاره الحليب. بص احنا شفنا اخويا مراد الفريق الوطني جا الوهران وزرده كبيره والناس فرحانه والخيل عطبل، هذوك غير تعطبل، هذوك كيما الناس اللي استقبلوا ماكرون هما اللي راحوا عمروا لي سطاد. انا نشوف الناس ما لحقتش حتى باش تدخل اولادهم يقروا، ما لحقوش حتى في كلوشهم. امر مؤسف صح اخويا مراد صح، بارك الله فيك يا اخويا مراد بارك الله فيك. ساعات يعني الانسان يعجز ويتساءل. نواصلوا على كل حال على العمري، خويا العمري من الحراش. سي العمري مرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا بك. انا باش نهضر مع لطفي. راك اني لطفي يا خويا العمري، راك اون ديريكت، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك، ان شاء الله تكون بخير سي العمري، تحياتنا ليك. تبون تبون الخدمه يا خويا مليح. اهلا وسهلا بك. تبون يعني تبون خدم في ثلاث سنين هذم. تبون ما كاش اللي يخدم كيما هو يا رجل. هاني معاك هاني معاك. ما كاش واحد يخدم كيما تبون يا رجل. رقع المجرمين.
رقى اولا المجرمين، ثانيا حشرات الحليب ما لقاوهاش، رجعوا لها وين ما لقاوهاش، فهمت؟ ايوه فهمت. الزيت قطرة ما كاش، الشعب ياكل في بعضه بعض، الدخول للمدرسة كارثة. واش يزيد من هذا الخبيث؟ كاش خدمة كيما هذه اللي ما دارهاش بوتفليقة كمل عليها هو. نقولوا ربي يلطف بالشعب هذا وخلاص. امين امين. شكرا سي العمري من الحراش. سيفري يعني ماذا بينا لسان دون النظام ربما يرد ويقول لك لا دار كذا ودار كذا، ما يسبش ولا حاجه، ولكن كما سي العمري يقول لك يعني الحاله الاجتماعيه مدقدقه فيها. اللي خلاه بوتفليقه زاد كمل عليه، اللي خلاه بوتفليقه زاد حتى يعني الجرائم كثرت، حتى يعني حرقه كثرت، لا ديلانكونس، امور بزاف كثرت، ولكن مع هذا يعني نشرت يعني للصحافه الجزائريه الانجازات وقالت شوفوا هام بالارقام الانجازات اللي خويا المخرج راح يحطهم لنا، يعني اللي شفناهم بالارقام يعني ارقام كبيره. شوفوا برك تاع النص 50 مليار دولار يعني هذه صادرات المحروقات، يعني عندك 27 مليون ارتفاع مستوى الانتاج شعبه الحبوب، الاستثمار كيف يطلق 15 مشروع استثماري تجسيد 1500 شي له شي، الصحة كيف كلش. البارح حكينا جبنا شوية بطالين هضروا وقلنا ها وش يقولوا البطالين كيف أيضا اليوم سفنا يعني الناس كي تتكلم تقول الحالة مزرية، أرقام فوق بعضها تكذب أنت ما تعي منين تقرأ، وش نقرأ يا خاتي، واش الله يبارك غير 6 مليار 10 مليار 35 مليار. خويا المخرج سيدة مليكة من الجزائر مرحبا بك. مساء الخير ملي ديرو سي وشاك. مساء النور، اهلا وسهلا، ان شاء الله ما طولناش عليك برك، مرحبا بك. معليش لاباس والله الحمد لله. الحمد لله. تفضل يا اخي. راكم تحكيو على البلاد. نحكيو على حاله الشعب، على البلاد وين واصله. ودي سكت برك والله. الزيت والله العظيم ما يسعى، الزيت اللي باش نديرو والله ما يسعى، غير يمدوه لك بالتخبيه. هذه جديده تاع الزيت زاد رجعت يا اخي. والله العلي العظيم غير بالتخبيه، لو كان ما تكونش تقضي عنده ما يعطيهولك، غير يعطيهولك بالتخبيه. ها زاد رجعت كيما قالت لي وحده قلت لها والله يا هذا تبون ما دار والو، قلت لها ما دار حتى حاجه في البلاد. قالت لي كيفاش ما دار؟ قالت لي دار. قلت لها واش دار؟ قالت لي دار 52 ولايه ولا 58 ودخل الناس في الحبس. وقالت لي كيفاش تقول لي ما دار والو؟ والله يا لطفي وليدي هذا الرئيس من اللي جا ما ربحناش عليه، ما نكذبش عليه، والله ما ربحنا عليه. الغلاء المشاكل خرج الناس من الحبس ولا يقاطعوا، يعني على بالك راهي وخذة البلاد وخذت خلاص، راحت للواد ماشي للواد، راحت للواد للهيه. والله العظيم غير راحت للواد للهيه. من بجاية. الو السلام عليكم خويا معوش مرحبا بك. ساحة لطفي وعشرك وليدي لاباس. الله يحفظك الحاج، اهلا وسهلا معك، معنا على المباشر. معك يا لطفي في وقت الحارات هدرت معك. مرحبا سي معوش مرة أخرى. على السحب أبو ماريا يا أخوي لطفي، علاش ما حبيت تجبدونا أبو ماريا تاع واحد يا مراد عمك وجماعة خاوطرهم في الحبس. صح 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 يا سي معوش. على يا لطفي خويا على. هدرنا عليهم سي معوش، قول خاطر نهضروا نقولوا خاوتنا السجناء تاع عناب. تهضروهم شاك فوش ما تقدموا الحصه لازم تهضروا عليهم، هدرهم خاوتنا وبناتنا في الحبس. صح. وتاع التسعينات. لازم تهضروا عليهم. صح. البارح برك حكينا على التسعينات، البارح حكينا على واحد. عندك الحق سي معوش. يدخلوا يقول يهضروا مع خاوتنا المغاربه، وانا المغرب نعرفها يا لطفي يا وليدي، راني 61 سنه في عمري. الله يبارك. فهمتني؟ أنا المغاربة على بالك فهمتني؟ ناس مسلمين راهم خوتي على بالك، والله تشوف غير الخير فيهم.
فهمت لطفي؟ فهمتك يا سي معوش، فهمتك فهمتك. ها كاين واحد السيد يدخل من فرنسا ومحمد سعيد بدل اسمه، كل ما يجوج يقول لك لفيت يقول لك منا. احنا مسلمين، احنا مسلمين والشعب الجزائري واحد. احنا 22 فبراير قلنا واحد ما يفرقنا. صح. ها؟ صح. وتحياتي للجاليه راهو في الخارج، خاوتنا راهو في الخارج ان شاء الله. قولوا والله ما انا حابسين يا لطفي على كلمه الحق حتى نحقوا بلادنا بلاد ديمقراطيه والعادل. شكرا لك يا سي معوش.